طبعا زميلنا عارف حرب المنسق العام لدوري كرة القدم اللبنانية عم بيقدم مجهود كبير بالقاعة المقفلة بالمدينة الرياضية، أيضا عنده مواهب قتالية إلى جانب المواهب بكرة القدم اللبنانية. وحاليا مع المباراة الثانية، المباراة الثانية حاليا أحمد هيك تخبرنا عن المباراة الثانية، وعندنا الواحد من روسيا بيلعب راشن سامبو، وفي عندك محمد علي فيليكس من مصر، طبعا بمصر معروفين بالمصارعة تبعيتهم، بيلعب كونفو محمد علي، هذه كونفو كاراتيه من قديمة، رياضة قديمة كثير. اللي طالع اسمه مراد غوغوف، هذا من روسيا بطل راشن سامبو، هذا معروف كثير بروسيا وبيتمرن مع فريق روسيا، معروفين كثير هول بكل العالم فريق روسيا من فيدور ألمينكو وكيريتانا. هنشوف شو حيصير بالروسي والمصري. بانتظار المواجهة الثانية بين اللاعب الروسي مراد واللاعب المصري محمد. حاليا التعليمات قبل بدء المباراة. أحمد، يعني هون توقعاتك بالنسبة لهذا الموضوع بين اللاعبين؟ والله أنا مثل ما بيقولوا لي على أستاذ محمد علي أنه عنده إيد اليمين ما بترحم، إيده بتطيش. بس هلا مثل الراشن تبع روسيا عمل له الدبل ليك تيك داون، وما حيفرجينا هلا قوته بالراشن البطولة العالم بالسامبو. هلا الروسي قاعد بالجارد تبع محمد علي، عم بيحاول يطرق البوكسات لا يقدر يعوره، مشان هذا Thank you.
الفريق الروسي هلا عم بيحاول يعمل التيك داون. ومثل ما كنت عم قلكم محمد علي عنده ايد اليمين قويه كثير، طرقوا بايد اليمين ووقعوا على الارض وهلا طيشوا وخلص ربح بايده اليمين. يعني فعلا فوز رائع للاعب محمد علي، وفعلا لقطة جميلة جدا، ويبدو انه فعلا نتيجة اكثر من ممتازة. احمد مثل ما قلت ايده اليمين يلي ما بترحم، والله يبعدنا عنا يعني هالايد. احمد ايده مثل ما بيقولوا لي عنده ايد اليمين كثير قوية. هون عم نشوف لقطات ظريفة ومميزة مع احتفال الجهاز الفني والمدربين للاعب محمد علي مع لاعبهم المميز يلي تفوق على اللاعب الروسي يلي معروف عنه ومشهور جدا بروسيا، إلا أنه اليد اليمنى لمحمد علي استطاعت أن تترك بصمة كبيرة بالقاعة المقفلة بالمدينة الرياضية ببيروت. بيروت العاصمة اللبنانية بحضور مقرر لجنة الشباب والرياضة بلدية بيروت أجوب ترازيان، يلي أكد على أهمية الحدث الكبير ببيروت يلي بيعطي دفع أكثر للرياضة وتطور الرياضة بشكل عام، بالإضافة لحضور فعاليات رياضية أخرى.